لكاس الامم الافريقيه طبعا ده حدث بالنسبه لمصر، حدث كبير جدا، ودي لما كانت مصر دي خامس مره مصر تنظم كاس الامم. طبعا الوقت ده احنا فاضل 5 شهور على الحدث، بس طبيعه الشعب المصري والقياده المصريه ان احنا اي حدث بيمر على مصر بيبقى طبعا ناجح حتى لو هو في الدقائق الاخيره، ودي حاجه تعودنا عليها في مصر ان المصريين ساعه الشدائد بيقفوا كلهم. احنا بس مطلوب بس انه اللجان اللي هي هتنشا لازم يكون في اداره محترفه، لانه الروتين والبيروقراطيه عايزين نقضي عليها الفتره اللي جايه دي، خاصه في السياحه ودخول السائح والتاشيرات والحاجات دي، لان الجمهور ده هيجي من 24 دوله. 24 دولة دول مفروض ان احنا كسياحة الدولة هيبقى فيه رواج سياحي، وان شاء الله الاتحاد القادم هيكون له دور، هو الغرف مع الوزارة ووزارة الطيران كمان ووزارة السياحة ووزارة النقل، يعني لازم الكل يشارك في ظهور الحدث على اعلى مستوى. احنا طبعا على اتم استعداد للمشاركة في اي حاجة، لان الحمد لله قطاع السياحه في كل الكفاءات الموجوده اللي تقدر تدي، لانها يهمها سمعه البلد، بالاضافه كمان انها رساله للعالم بمصر الامنه، ودي مهمه جدا للسياحه، الصوره الذهنيه دي مهمه جدا. فانا بطالب انه فعلا ان شاء الله اول حاجه اما يتشكل الاتحاد ان احنا نعمل اجتماع مع الجهات المعنية بتاعت تنظيم البطولة، ونشوف ايه اللي ممكن هم طالبينه مننا، واحنا على اتم استعداد ننفذه، لانه الموضوع زي ما قلت مصر كبيرة، واحنا هنكون اول الناس في الصفوف، احنا وكل قطاع السياحة بالكامل، لان الكل متشوق ان تعود البطولات لمصر، خاصة طبعا الكرة بالنسبة لمصر دي حاجة يعني الشعب المصري كله بيحبها. انما بطلب بس ان القائمين بس يكون الملفات بعيدا عن الروتين والقرارات اللي هي التوصيات، عايزين اللجان تكون عندها قرارات سريعة، يكون عندها تفويض. والحمد لله ان رئيس الوزراء يعني هو الرئيس الاعلى للبطولة، ودي حاجة بصراحة كويسة جدا، ويمكن شفناه بيتفقد استاد القاهرة. احنا نفسنا في استادات يعني زي الاستادات اللي في العالم، الاستاد ده انا مش رايح اتفرج على ماتش بس، انا رايح استمتع انا وعيلتي، النظافة، الكافيهات، الاشياء اللي احنا بنشوفها. تاني حاجة لازم السلع السياحية، احنا عندنا افضل حاجات للتذكار، الهدايا التذكارية اللي تعبر عن مصر، لازم نبتدي المصانع بتاعتنا اللي شغاله في المنتجات السياحيه دي لازم تنشط انها تعمل اشياء تعبر عن البطوله وتعبر عن مصر الجديده. وطبعا الفنادق موجوده الحمد لله، البنيه كلها السياحيه متوفره عندنا، فاضل بس توفيق ربنا. وانا زي ما قلت فاضل 5 شهور، يعني بحساب الايام 150 يوم، يعني 150 يوم ده لازم ان احنا نشتغل 24 ساعة في اليوم لتحقيق الهدف، ولازم في توعية بكل شيء، نحس ان احنا في كرنفال، يعني دي احتفالية كبيرة. ومصر الحمد لله بعد 30 يونيو اعتقد ان القيادة السياسية كانت توجهها افريقيا، ودي حاجة مهمة جدا. احنا كنا زمان دايما نقول ان افريقيا مصر هي قلب افريقيا، وهي المؤسس اصلا لكل الاتحادات الإفريقية في القارة. فالريادة المصرية دي إن شاء الله يعني تعود، وهي فعلا عادت، وإن شاء الله كده يكون خير للبلد والشعب المصري، وبالتوفيق إن شاء الله.